نرجع ونتكلم عن دور وسائل الإعلام في إشاعة المعرفة اللي هو عنوان هذه الحلقة. أستاذ محمد عمر، كلمنا عن دور الإعلام في إشاعة المعرفة. المدخل قد يكون مختلف شوية للإجابة على هذا السؤال. أنا شايف أنه الإعلام نفسه بدل ما كان موجه في حقول معرفية محددة مثل العلوم، حقل العلوم السياسية والصراعات والحروب وغيره، بقى فيه اتجاه الانتاج. المعرفة نفسه هو جزء من 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 عملية الإعلام اللي هي الإعلام الإخباري يعني. نعم. والمعرفة ما في معرفة من دون معلومة. التقدم التقني والمعرفة والانفجار المعرفي اللي جاء ما بعد فترة الألفينات خاصة عنده آثار كبيرة جدا في وخلق انفجار معرفي هائل. شركة انتل اللي هي الشركة الأولى في البرمجيات وصناعة المعالجات الرقمية والتخزين، تخزين المعلومات، بتتكلم عن تضاعف حجم المعرفة الإنسانية. بيتكلم إنه في كان بياخد 50 سنة، 50 سنة حتى تتضاعف حجم المعرفة الإنسانية. يعني هم بيتعاملوا معها كبيانات. الآن بيتكلموا عن إنه في خلال 60 يوم بتتضاعف حجم المعرفة الإنسانية، وده تطور هائل جدا أو يكاد يكون يصل لدرجة الانفجار. إيقاع سريع جدا. يعني حتى كلامنا ده اللي بنقوله الآن هو بالنسبة لهم معلومات، لأنه بيتم رفعه على سيرفرات التواصل الاجتماعي وعلى البث الفضائي وعلى غيره. بيدخل مدخل آخر اللي هو المدخل بتاع التدوين، إذا كان هو تدوين عبر الفيديو أو تدوين عبر غيره من أشكال التدوين.